في ملايين في الموضوع يا جماعة، في ملايين، مليونير مليونير. المهم يا سيدي، نيجي هنا آخر 30 يوم بتاخدوا كام؟ حوالي من 7000 دولار ل 122 ألف دولار. 122 ألف دولار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معاكم في فيديو جديد طارق صادق الصايغ. وأنا قاعد كده وبفكر في أحزاني، علشان اللي أنتم ما تعرفوش إن أنا القناة بتاعتي على اليوتيوب معمولة من 2014، وكان ليا محتوى تاني. سيبني كده تقريبا أنا فاصل النت. وكان ليا محتوى تاني بنزله، يعني أنا لو كان ليا محتوى قديم واتمسح أنا اللي مسحه بإيدي، لأن بعد ما جيت بقى من 2014 قلت إيه شغل العيال اللي كنت بنزله ده، ما تيجي كده يا طارق تمسح المحتوى اللي انت بتنزله ده. فمسحته، فالقناه بتاعتي رجعت من الاول بقى صفر. فكان المفروض ان انا فتح القناه دي من 2014 وكان عندي فيديوز، فكان معايا ربح وكانت بتجيب فلوس وكانت الفلوس كويسه. وقفت لغايه 2016، وبعد كده رجعت في 2019 مسحت كل حاجه، وجيت في 2021 قررت اكمل، فلقيتني مضطر ان انا ابدا القناه من الاول، بس معايا نفس عدد المشتركين بيزيدوا الحمد لله، بيزيدوا ببطء دلوقتي لان بقالي كتير ما اشتغلتش، بس ايام ما كنت شغال كنت جبت ال1000 مشترك في ما فيش. فانا عامل القناه بتاعتي من 2014، فانا حاليا لسه ما فعلتش الربح لان الفيديوهات الجديده ما جابتش غير 3000 وحاجه كده احزان. فالمهم جيت افكر، طب يا ترى انا لو كنت اشتغلت من 2014 لغايه 2021 في خلال ال7 سنين دول كان ممكن اكسب كام؟ فانا كنت عايز اوصل لحاجه تعرفني الناس اللي على اليوتيوب دي بتكسب دلوقتي كام، يعني انا فاتني ايه في ال7 سنين دي لغايه ما ان شاء الله قريب افعل الربح واكسب فلوس ونتبسط كلنا ونعمل محتوى كده حلو ان شاء الله، بزات كده ودنيا جميله. المهم يا سيدي، جيت افكر القنوات دي بتاخد ايه. فانا جبت النهارده موقع، الموقع ده من خلاله بتقدر تعرف القنوات دي بتاخد كام تقريبا، يعني انت مش بتاخد حاجه دقيقه، يعني مش الرقم اللي انت هتشوفه ده يبقى هو اللي بيكسبه فعلا، لا حاجات كده تقريبيه. فانا اخترت 3 قنوات يعني عشوائيين كده، احمد حسن وزينب، الصفحه المشهوره اللي عامله لنا قلبان دي، والصفحه اللي امهاتنا كلنا مصدعيننا بيها اسرار المطبخ سمر، وحبيبي احمد ابو زيد بروس اونلاين، لان الراجل ده محترم جدا 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 ومحتواه حقيقي. الراجل ده لو بياخد ملايين الدولارات فهو يستاهل ويستاهل اكتر، هو بيتابعه 1,800,000 مشترك، وحقيقي احمد ابو زيد يستاهل اكتر من كده بمراحل. فتعالوا نشوف القنوات دي بتاخد كام. نبدا باول حاجه احمد حسن وزينب، يعني ربنا يصلح حال كل واحد يعني في رزقه وياخد يعني على قد تعبه، بس انا متاكد انا يلا ما علي، مش هنخش يعني مش هنبص الناس في لقمتهم ان شاء الله. احنا جايين نقر على الناس يا جماعه، وانا ممكن اقر بس مش جايين نقر على الناس. المهم بتاخد اللينك بتاع القناه، تاخده كوبي. بالمناسبة اللي هيتحنيك ويخش يشوف القناة بتاعتي هيلاقيني جايب 3 دولار، ودول ما خدتهمش بشكل رسمي لأن أنا لسه ما فعلتش الربح، لأن أنا كحيان يا محمد. أه والله يلا الحمد لله. هنخش خدنا اللينك، هنيجي هنا بتحطه وبنعمل سيرش، بنشوف بقى النسب بقى، يعني أحمد حسن وزينب بياخدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، عندك هنا مبدئيا كده إيه سالب دي يعني في العظمة، يعني أنت عندك سي يعني فاشل، بي سالب يعني هيه بياخد حلو، بي موجب بياخد حلو شويه. طالما انت دخلت في فئه الاي فاعرف انك خلاص بتكلم واحد دلوقتي شبه مليونير مثلا. فانت عندك هنا ترتيبهم على مصر، عدد يعني هم ترتيبهم على مصر الثامن، الثامن احمد حسن وزينب الثامن على مصر. يا نهار ابيض، يا نهار، راح بينا فين على فين يا مصر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ننزل تحت، يا نهار ابيض، ملايين، ده حرف ام اللي انا شايفه ده صح؟ يعني في ملايين في الموضوع يا جماعه، في ملايين، مليونير مليونير. المهم يا سيدي، نيجي هنا اخر 30 يوم بتاخده كام؟ حوالي من 7000 دولار ل 122 الف دولار. 122 الف دولار، يا بختك يا ايلين. بختك، لا يا ايلين فعلا 100. عليك هنحسبها، لا بجد هنحسبها، نجيب تعالي نحسبها كده. يعني لو قلنا 122 ألف، 122 ألف
ده انا حتى مش عارف اكتب الرقم، يا نهار ابيض انا مش متعود انا على الارقام دي. نضربهم في 15 و6 من 10 سعر الدولار. مش عارف اكتب، يعني مش متعود اكتب فلوس، انا مش متعود اكتب فلوس. بتمسح منين يا ابني؟ 102 100. طب انا اكتب من لوحه المفاتيح 122 الف دولار، ومش هكتب الفرق. نضربهم في 15 شرطة و6 ونقول له يساوي رقم أكيد يصعب على أمثالي قراءته، 183 مليون 732 ألف جنيه في آخر 30 يوم، في آخر شهر. بالمناسبة يعني أنا زي ما قلت لكم الرقم ده ممكن يزيد وممكن يقل، بس خلينا متفقين إن هو مثلا لو زاد نقول ننقص منه مثلا 90 مليون يا سيدي. واحد فقير زي مش عارف المليون كام صفر، دي كام؟ تسألني؟ لا دي 90 مليون. اوكي نعمل يساوي هيقبض 93 مليون. كلام فاضي كده، ما يلا الحمد لله. الحمد لله. نقول مثلا النسبه دي كذابه، اكيد 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 مش هتقل عن مليون جنيه، يعني اكيد الارباح في اخر 30 شهر، في اخر 30 يوم عند احمد حسن وزينب مش هتقل عن المليون جنيه، فبيتابعهم 6 مليون 600 الف. يعني ربنا يبارك لك يا احمد، ربنا يبارك. تعالوا ندخل على تاني حد معانا، أسرار المطبخ مع سمر، علشان أكيد أمي أحب أبلغ رسالة لأمي لما تشوف الفيديو ده. الناس دي بتاخد ملايين يا ماما، وأنت بتاخدي مني الباقة، تمام؟ باقة النت اللي بتخلص بتخلص على ناس بتكسب ملايين، بيخلصيها لما ابنك يبدأ ياخد ملايين زيهم، يعني لما أنا أبقى فعلا ربح وابنك ياخد ملايين بيشوفيهم. بالله عليكي بموجب، فتمام تحس إن هي فصيلة دم بيموجب. بس تمام يعني تعالى نشوف. اكيد اقل من احمد حسن وزينب في حوالي 96 الف دولار، تمام النسب بتاعتها كويسه، تاخد حوالي 96 الف دولار. فاحنا تعالى كده نشوف 96 الف دولار، 96 ثلاث اصفار نضربهم في 15 و6 من 10 يساوي، بتاخد ما يعادل 144 مليون جنيه يا حرام. طبيعي طبيعي، انت مش شايف حجم الاكل حضرتك، انت شايف حجم الاكل اللي قدامك، لازم تقبض 144 مليون. لازم يعني. لا وتعالى نقول ان الارقام دي برضو مش دقيقه، يعني اكيد مش هتقل برضو عن المليون، خلينا متفقين. يعني واحده بيتابعها مليون و600 الف وبتطبخ الاكل ده، ربنا يبارك لها طبعا. يعني مش بقول على الناس، او يمكن بقول على الناس بس ربنا يبارك لها. كل الاحوال تمام تمام. نخش على حبيبي والراجل اللي يستاهل كل خير، وربنا يبارك له في كل قرش هيطلع له دلوقتي يا رب، احمد ابو زيد. ندخل نرجع للموقع بتاعنا، نمسح اسرار سمر الجميله، نحط نبحث عن احمد ابو زيد. جايب كام يا حماده؟ بموجب برضه والله يستحق اكتر من كده، ال 133 على مصر. يعني انت متخيل احمد ابو زيد ال 133 واحمد حسن وزينب الثامن ولا التاسع على مصر؟ يا الهي يا الهي بجد. راح بينا فين على مصر؟ بيقبض 19 بس. والله والله يا جدعان يستاهل اكتر، والله يستاهل اكتر. الله اكبر عليك يا احمد يا ابو زيد. نقول 19000 ولا ما نحسبهاش الحسد؟ لا ما جاتش عليك، يلا يا حماده. نضربها في 15 و6 من 10 مثلا، هيدينا 28 مليون جنيه. 28 تمام. احمد ابو زيد ممكن، هو بصراحه يعني احمد ابو زيد بيشتغل كويس وعامل اللي عليه، والنسب بتاعته تستاهل. يعني انت عندك الفيديو بيتراوح ما بين ده بيتراوح ما بين 34 دولار ل 540 دولار مثلا، بتراوح ما بين 36. يعني احنا لو جينا الاول قناه اللي احمد حسن وزينب، يعني الارقام دي مضروبه في ارقام هلاميه كده غريبه. فيعني تمام بيتابعوا 4 مليون و8 طبعا منعا للاحراج. انا مش انا مش هعمل لقناتي، يعني انا مش هاخد لقناتي كده واحطها هنا واشوف الارباح بتاعتي بالحاجه دي، لان انتوا هتشوفوا ضحك حقيقي، لان انا المحتوى بتاعي لسه قليل، ما نزلتش 30 فيديو حتى، والمشاهدات بتاعتي لسه ضعيفه، علشان طبعا بذكائي الخارق مسحت كل حاجه، فانا تقريبا ببدا من الصفر. ما علينا، يعني مش هنندم، مش هنندم ان انا سنه 2014 لو كنت استمريت في السبع سنين دول كان زمان دلوقتي، كان زمان بدأ احمد قبل احمد حسن نفسه، انت متخيل؟ كان زمان دلوقتي شغال من قبل احمد حسن وزينب. بس انا اكيد يعني مش هجيب واحده، مش هنخش في تفاصيل، ربنا يبارك لكل واحد على على رزقه. المهم يعني احنا الموقع ده من السله كده، يعني اعملوه تسليه، ما تعملوش من منطلق اللي هو انا داخل اشوف فلوس الناس واقعد اقر عليهم. يعني ربنا يبارك لكل واحد في شغله. احمد حسن يعني
عشان مش بصراحة مش متفق معاه في المحتوى بتاعه، بس خلينا نتفق ان هو على الاقل بيعمل مونتاج، بيعمل اي حاجة، الراجل بيتعب على الاقل يعني، مش هنخش في التفاصيل، بس حتى لو المحتوى مش عاجبك فالشخص ده تعب في ان هو يعمل مونتاج، تعب ان هو يعمل ارضية، تعب ان هو يجمع ناس عشان تتابعه. فكرة ان هو يقنع 6 مليون واحد ان هم يتابعوه ده في ذات حد وايا كانت الطريقة فهو تعب. فربنا يبارك لكل واحد في رزقه. يا رب تكونوا اتبسطتوا زي انا ما اتبسطتش بصراحة. يعني طول ما انا لسه مش مفعل الربح عندي بصراحة انا هفضل زعلان. فأتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو. لو عايزين اللينك بتاع الموقع هسيبه تحت في الديسكريبشن. ما تنساش تعمل بقى لايك وسبسكرايب وتفرج على الفيديو، علشان بالله عليكم عايز كده انجز واشغل الربح بتاعي. كان معاكم الفقير طارق صادق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.